وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أكد أن قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية يهدف إلى حوكمة مفهوم الأمن السيبراني وتطبيقاته داخل المؤسسات المعنية في الدول العربية. القانون له أبعاد متعددة، أهمها البعد الوقائي. نحن لا نهدف من القانون فقط إلى تجريم الأفعال غير المشروعة في مجال الأمن السيبراني، بقد ما نهدف إلى منع وقوع هذه الأفعال بالأساس. لذلك أن معظم فصول القانون تبدت الأحوار حول هذا الهدف الوقائي، وجاء في القانون فصل واحد فقط يتناول الجرائم التي يعاقب عليها وفق هذا القانون. البعد الثاني القانون هو الشمول والتكامل، بمعنى أننا رعينا في إعداد القانون بالنظر إلى القوانين الوطنية القائمة بالفعل في عدد من الدول العربية، كذلك بعض الاستراتيجيات الدولية المشهود لها في هذا المجال.